السلام عليكم، اللهم بك نستعين. طبعا هذا الجزئية الأخيرة من شابتر 17 اللي هي تسمى إلكتروفوريسيس، طبعا هي الفصل الكهربائي أو الهجرة الكهربائية. إيش هو الجهاز هذا؟ بيقول لك أو الطريقة هذه A technique for separation and analyzing a mixture of proteins found in human blood or biological material. اوكي، يعني هو ايش بيسوي؟ بيفصل البروتينات، يعني باختصار. النقطة الثانية الكتروفوريسيس based on drift velocity، يعني هو based on velocity of molecule in an electric field which depends on the mass، يعني هو يعتمد على الكتلة، يعتمد على كتلة المادة، و based on velocity يعني يقوم على السرعة، أو يعني لا نستطيع أن يعني احفظها زي كذا based on velocity و depends on mass، لأنه بالعربي based on يعني يقوم على، معي يقوم على أو لا يحدث إلا بالسرعة. فهنا طبعا هذه عكس السنتريفيوج اللي في شابتر 14 الظاهر. السنتريفيوج ايش بيصير؟ يعني بسبب السرعة، تحدث سرعة كبيرة جدا، فالجزيئات الكبيرة تترسب إلى الأسفل أسرع من الجزيئات الصغيرة، هذه في السنتريفيوج. لكن هنا العكس، ايش؟ الجزيئات الصغيرة تترسب أسرع من الجزيئات الكبيرة. خلونا نشوف. When a solution is placed in an electric field, a large protein molecules of mass of thousands have a small acceleration. Okay. So they drift much slower than small ions. يعني هنا بنعرف انه السمول ايونز بتترسب اسرع من، طبعا هنا قال تترسب ولا قال ايه؟ قال they drift. drift يعني تنزل الى الاسفل اسرع من الكبيرة، يعني الايونات الصغيرة عندها تسارع كبير big acceleration، وهذه عندها يونت ال large proteins عندها small accelerations كذا. يعني انتم مفهموها انها عكس السنترفيوج فقط، يعني في السنترفيوج الجزيئات الكبيرة تترسب أسرع من الجزيئات الكبيرة. هنا ال large proteins drift much slower than الجزيئات الصغيرة، العكس تماما. طبعا هنا يبغى يعني التطبيق العملي لها، يعني أنا رسمتها هنا يعني شكل توضيحي، يعني إنه الـ potential difference موجود على الطرفين، على هذا الطرف وعلى هذا الطرف، وهنا في النص توجد عندنا بروتين مولكيولز، فهي راح تحدث رسم معين. معايا؟ إذا كان الرسم المعين هذا هو متوافق مع الرسم الطبيعي فالشخص طبيعي، أما إذا كان مختلف فالشخص غير طبيعي. هذه هي باختصار شديد جدا فقط، وأتمنى لكم التوفيق. طبعا هنا تعمل مقارنة بين الشكل السليم والمجرب عليه لمعرفة هل يوجد ضرر أم سليم، يعني اللي شرحتها دوبني تقريبا كافة شاملة بإذن الله. كذا ولله الحمد خلصنا شابتر 17، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وراح تكون في إن شاء الله أسئلة، يعني أسئلة اختبارات سابقة.